وينضم إلينا الآن من شرم الشيخ كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، ولقاء مع الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية. أهلا بكم كريم. نعم، ربما يعني الافتتاح الأهم اليوم هو لمتحف حياة كريمة داخل منتدى شباب العالم، هي النقطة الخاصة، ربما هي عرض الإنجازات الخاصة بحياة كريمة على شكل مصغر، وأركان حياة كريمة هي الأهم ربما أو الموضوع الأهم الخاص تحت مسمى أو مظلة التنمية المستدامة، وهي بطبع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية القارة الأفريقية 2063. التنمية المستدامة من الأمن الغذائي والأمن المائي وأيضا أمن الإنسان في حد ذاته هي نقطة هامة جدا، لذلك حياة كريمة هي تستهدف الإنسان في حد ذاته. نتحدث أكثر عن حياة كريمة داخل هذا المنتدى ومتحف حياة كريمة بشكل عام. معي ضيفتي الآن الدكتورة زينب سامي منسقة حياة كريمة بمحافظة الغربية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نتكلم عن فكرة تواجد حياة كريمة داخل هذا المنتدى، وأيضا لماذا يتم عرض هذه الأفكار للشباب. الرئيس النهاردة عمل افتتاح لمتحف حياة كريمة. متحف حياة كريمة هو عبارة عن نموذج مصغر للمحاور اللي قامت عليها مبادرة حياة كريمة جوه محافظة الغربية. هنلاقي جوه المتحف فيه تمثيل للمحاور اللي هي تنمية الإنسان والقضاء على الجوع والقضاء على الفقر والاهتمام بالصحة وكمان الاهتمام بالتعليم الجيد، وده كله لو احنا جينا نشوفه هنلاقيه له علاقة مباشرة بأهداف التنمية المستدامة اللي بيطبقها العالم حاليا. هنقول كمان ان احنا عندنا في متحف حياة كريمة بنقول ان احنا في عندنا بعض المحاور اللي هي الخاصة بالتمكين الاقتصادي، لو جينا نشوف هنلاقي فيه بعض الحرف الصغيرة والمتوسطة اللي حبينا ان احنا نعرض منتجاتها زي صناعة السجاد، صناعة بعض انواع الملابس، بعض المنتجات الخاصة بالصناعات البدوية، بعض الاكسسوارات، كل الحاجات دي قايمة على تمكين اقتصادي عشان نقدر ان احنا نمكن اهالينا علشان يقدروا ان هم يبدأوا بداية جديدة. في كمان معانا اللي هي الحاجات الخاصة بالبنية التحتية، مثلا زي النموذج اللي احنا شفناه اللي هو الخاص بسكن كريم، ده كله كان معموله تجسيد جوه المتحف اللي الريس تشرف بافتتاحه. يعني أستاذة زينب، يعني طبعا هذه ربما رسالة هامة للشباب أن من الممكن دائما تحقيق الأحلام، وأيضا يعني حقوق الإنسان ربما جاري بالفعل تطبيقها على أرض الواقع. حضرتك منسقة حياة كريمة في محافظة الغربية، ممكن حضرتك تدينا ملخص عن ما تم إنجازه هناك؟ احنا حاليا دلوقتي عندنا في محافظة الغربية في 751 مشروع، تم البدء في 501 مشروع، تم نهو حوالي 254 مشروع، وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 40% بتكلفة تقديرية حوالي 4 مليار جنيه. فاحنا في محافظة الغربية شغالين على كل محاور التنمية واللي عددها حوالي 18 محور، سواء كان مياه شرب، صرف صحي، غاز طبيعي، اتصالات، في عندنا كمان اللي هو بعد كده اللي هو رصف الطرق، اللي هو في عندنا محاور اللي هي خاصة بالكهرباء، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، سكن كريم، كل المجمعات الخدمية، المجمعات الزراعية والبيطرية، كل ده شغالين عليه في الغربية، ووصلنا الحمد لله لنسب عالية ومتميزة في التنفيذ. شكرا جزيلا أستاذ زينب سامي على هذه المعلومات الوافية. يعني وكما رأينا ربما هذه هي أركان حياة كريمة التي تمس الإنسان، هي ربما هنا في منتدى شباب العالم في متحف صغير أو هذه الأفكار على شكل مصغر، ولكن على أرض الواقع جاري تطبيقها بالفعل، وبالفعل ربما هناك بعض الأماكن مثل محافظة الغربية والتي انتهى بالفعل ما يقرب من 40% من هذه الإنجازات. وسنتابع بالطبع باقي المواضيع على مدار اليوم والأيام القادمة. والآن عودة إليكم مرة أخرى. شكرا لك كريم بيبرس، وشكرا لضيفتك الكريمة الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة في محافظة الغربية.